بالمناسبة 17 أبريل ليلة إيقاف الأستاذ راشد الغنوشي هي انطلاق هذه القضية التي سألتني عنها، واللي معروفة أكثر تحت عنوان قضية المسامرة، يعني لأنها انطلقت إثر مسامرة عملناها في مقر جبهة الخلاص الوطني بمناسبة إحياء ذكرى السنة السنوية الأولى لتأسيس جبهة الخلاص. عملنا شهر كامل خلال شهر رمضان من تلك السنة، يعني عملنا مسامرات عديدة بعد ما يعني احتفلت الجبهة بتأسيسها سنة، وكانت أيضا هناك كان هناك اعتصامات في مقر الجبهة، كان هناك اعتصامات واضرابات متاعين عن الطعام، ضرب جوع على مدى ذلك الشهر. وفي ليلة 15 أبريل بالضبط الموافقة لليلة 25 رمضان عملنا ندوة ختامية للمسامرات الرمضانية التي تحدثت عنها، ندوة ختامية تقييم لتجربة الجبهة، إبراز الإيجابيات والنواقص والحديث على آفاق عمل الجبهة. قدم الأستاذ محمد الجماني مداخلة تأطيرية وكنت أنا مدير الندوة، أنا الذي كان ينشطها، وحضر من بين الحاضرين الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، كان ضيفا، كان طبعا بطبيعة الحال زعيم الجبهة رئيس الجبهة الأستاذ أحمد نجيب الشابي، وقاد كثيرون من حركة النهضة ومن مكونات جبهة الخلاص، مختلف الشخصيات المكونة لجبهة الخلاص، قيادات وإطارات، وتعدت مباشرة على فكرة تلك المسامرة كما نقولوا منا لايف. العشرة اللي سميتهم بالقليل انت سميت تسعة، يضاف اليهم الاخ احمد الاخ يوسف النوري، انا بشي يوسف عشرة، منهم ثلاثة فقط حاضرين في المسامرة ومعنيين بموضوع المسامرة، والسبعة الاخرين توا نشرح لك شوية من غير ما نطول. في تلك الليلة قدم الاخ محمد الجماني مداخلة استعرض فيها أهم خصائص الجبهة وأهم ما تم من أعمال خلال السنة والمكاسب مع ملاحظات نقائص عديدة، وتم النقاش وشارك فيه الكثيرون، ومن بين المشاركين في النقاش كان الأستاذ راشد الغنوشي. أستاذ راشد الغنوشي حيا الجبهة وأعلن أن جبهة الخلاص الوطني هي رقم مهم جدا في مسار الديمقراطي التونسي، وأن الذين يتحدثون كثيرا عن الإقصاء وعن الاستئصال يعني في الحقيقة بعد ياسر على عقلية تونس ومصلحة تونس والتونسيين عموما، وأن تونس هي بلد التعايش والتوافق والتحابب والتضامن والتعاون وليست بلد التدافع والتحارب والصراع والنزاع، وأن تونس يعني هي عائلات متعددة، فيها الإسلاميين، فيها الساترة، فيها اليساريين، فيها النقابيين، فيها القوميين، فيها يعني نشطاء المجتمع المدني، قوى سياسية تتعايش مع بعضها بعضا في كنف الاحترام المتبادل والتنافس من أجل خدمة البلاد، وأن يعني من بيته في حجر في الحقيقة معناها لا يرمي الآخرين، لا من بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بحجر، فمش ممكن باش يكون يعني الاستئصال والإقصاء هذين الذين نلاحظه. على ذلك التصريح بنيت معناها من غدوة تشويهات وطلع نوع من الحديث كأن الأستاذ راشد الغنوشي يهدد باللجوء إلى الحرب الأهلية، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، سواء في تصريحه خلال المسامرة سواء خلال كل مسيرته اللي هي دائما وأبدا الدافع على العمل الديمقراطي السلمي المدني الفكري والسياسي. والحقيقة أنه بنيت عليها هذيك الفيديوهات، الفيديو اللي تسرب بهذا معناها نوع من التشويه للتصريح والابتعاد به عن هدفه الحقيقي اللي تونس هي بلد التعايش والتوافق والحوار، وخذت جائزة بتاعت نوبل على الحوار الوطني الذي أرسي في البلاد، يعني وقع اعتقاله بعد ليلتين ليلة 17 أبريل من 27 رمضان، شعبنا يحتفل بليلة 27 رمضان وقع اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي. نعم ليلة القدر، نعم
وكان هناك بعض الشباب يعني موجودين بالمناسبة إحدى داره، أو يعني جاءوا لما سمعوا باللقاف، كان معه في منزله سهروا سميته منها الموفق بالله الكعبي، كان معه سائق حارس الأخ عبد الله الصخيري، كان الأخ محمد شنيبة موجود يعني من شباب الحركة جاء أمام المقر، ووقع يعني إرفاقهم بالشيخ عند الإيقاف. وكان مشينا إحنا إلى المقر الحركة وعقدنا اجتماع للمكتب التنفيذي، وطلب منا المغادرة بتاعت المقر، وعند المغادرة وقع طلب مني أنا ومن الأخ محمد جماني بس نمشوا إلى مع الفرقة، وقع أخذنا إلى العوينة، صاروا يعني صرنا خمسة، صرنا محمد شنيبة وعبد الله وموفق وأنا وسيد محمد الجماني، صرنا خمسة مع الشيخ ستة. وهذه القضية هذه بعد تليكة بعد ليلة الحقيقة وقع إيقاف الأخ أحمد المشرقي مدير مكتب رئيس الحركة ورئيس مجلس النواب الشعب، مدير ديوان رئيس مجلس النواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي، وكذلك الأخ يوسف النوري، على أساس أنه في التفتيش لقوا منها ورقة، منها لقوا أن الورقة هذه تمثل منها تآمر، ورقة الأخ أحمد المشرقي مكتوبة فيه منها في حديث على اجتماع مكتب تنفيذي أنه هناك يعني ترخيص متاع نقاط لا يمكن أن تونس أبدا تدخل في أي شيء من نزاع أو غير ذلك، وأنه يحضر في كتاب، ثم مع ناس متاع كتاب، وثم ملخص على مقال في 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 قناة ما. والأخ يوسف النوري منها طالب من طلب معين، على أساس أنه هو من حسب ما عرفت أنا فيما بعد أنه لما طلع على الورقة أنه يقول هو يتحدث على حملة انتخابية وعلى تعبئة انتخابية في فترة الانتخابات البلدية. إذن اللي عندهم علاقة بالمسامرة الشيخ وأنا ومحمد، أنا أدير الندوة، محمد قدم تلك المداخلة التأطيرية، والشيخ عمل ذلك التصريح، والسبعة الآخرين اللي فيهم في الحقيقة بعد تلك من الثلاثة هذوما محمد وعبد الله والموفق هذوما ثلاثة، وكذلك أربعة من البر، الدكتور رفيق عبد السلام، والصحافي محمد الصامتي، والنائب مهر زيد، والصحافي مقداد الماجد، على أساس أنهم هم نشروا فيديوهات يتحدثون فيها على هذه القضية وقع البرتاج معها. إذن قضية ملبكة، قضية لا أساس ولا رأس فيها على الإطلاق، لا اتهام حقيقي بالمرة، وقع قاضي التحقيق عمل ختم البحث وإحالة إلى دائرة الاتهام، اقترح فيها إحالة ثلاثة في حالة إيقاف اللي هم موقفين الأستاذ راشد الغنوشي والأستاذ أحمد المشرقي الدكتور المشرقي والأخ يوسف النوري، وإحالة في حالة يعني عدم وجود في تونس الأربعة الذين ذكرتهم هذوما، يعني على أساس إحالة أيضا، وحفظ القضية في حقنا إحنا الخمسة محمد الجماني وأنا ومحمد شنيبة وعبد الله وموفق. لكن النيابة العمومية استأنفت ذلك القرار نتاع قاضي التحقيق، وعرض على دائرة الاتهام في جلسة ابتدائية الأولى، حافظت دائرة الاتهام على توصيات قاضي التحقيق اللي هي خرج بها بعد البحث كامل الذي دام منها قرابة السنة في الحقيقة. استأنفت النيابة العمومية مجددا، وفي الاستئناف وقع قبول استئناف النيابة العمومية، وبالتالي وقع إقرار الحقنا احنا الخمسه هذوك بالاحاله في حاله صراحه، الاحاله على المحاكمه التي طبعا سيحدد لها موعد لاحق، لكن احنا عقبنا، تم التعقيب على ذلك القرار، وضبط ما الحال ننتظر قرار التعقيب. هذا اعطيتك تفاصيل التفاصيل بتاع القضيه.